أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أوردت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ستقر دعم قانون يمنع إطلاق سراح أسرى، وسيصعب في المستقبل إطلاق سراح الأسرى ضمن صفقات سياسية. وجاء في الصحيفة أن وزراء الليكود بيتنا والبيت اليهودي سيدعمون القانون، في حين سيعارضه وزراء إيش عتيد وهاتنوعيه. في هذه الأثناء أكد نادي الأسير أن إضراب الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الذي دخل يومه 39 على التوالي سيدخل منعطفا جديدا بانضمام أعداد جديدة من الأسرى للإضراب المفتوحة ومن كافة السجون ليصل عددهم إلى 1500 أسير. وقال النادي إن عمليات نقل وتنكيل تجري بحق الأسرى في هدف تشتيتهم وفي محاولة لتقويض الإضراب، لكن الأسرى يصرون على الاستمرار في معركتهم حتى تحقيق مطالبهم بوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري. دعا رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بحكومة الوفاق والمصالحة الفلسطينية، معتبراً أن هذه الحكومة ستساهم بتعزيز الإرهاب. جاءت أقوال نتنياهو في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية التي قال فيها أن حكومة الوفاق الفلسطيني جاءت مع حركة حماس الإرهابية التي تدعو إلى إبادة إسرائيل عن الوجود، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بهذه الحكومة. من جانبه قال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري إن الحركة قطعت شوطا كبيرا في المصالحة ولن تسمح بالعودة إلى الوراء. كما أكد أبو زهري في مقابلة تلفزيونية مع فضائية الأقصى إن الموعد الذي حدده عضو اللجنة المركزية لحركة فتحة ومسؤول ملف المصالحة بالحركة عزام الأحمد حول إعلان الحكومة الاثنين المقبل لم يتم بالتنسيق مع حركته حوله، لافتا أن هناك بعض الخلافات حتى الآن. عبر 36 دقيقة وفي عمل استغرق إنجازه عامين، استطاع المخرج رائد الحلو أن يعرض في فيلمه التسجيلي رافقتكم السلامة جزءا من معاناة الفلسطينيين مغادرين وقادمين على معبر الكرامة المعروف بجسر اللينبي أو جسر الملك حسين على الجانب الأردني، وإجراءات الاحتلال والمضايقات التي يضعها في طريقهم. الفيلم سيعرض في قصر رام الله الثقافي مساء غد الاثنين، وهو أول فيلم تدخل فيه الكاميرا إلى أماكن لم تصلها من قبل، ويوثق رحلة الفلسطينيين عند انتقالهم من الضفة الغربية إلى الخارج وبالعكس، ويستعين بمقاطع فيديو سجلها مسافرون خلال رحلاتهم. نقدر نزعم أنه هذا الفيلم هو الأول من نوعه على امتداد تاريخ الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية على معبر الكرامة البعيد عن الكرامة، والذي يتعارض مع مبدأ الكرامة الإنسانية بما يجري عليه من وقائع ومن أحداث. نختم الموجز بحالة الطقس. من المتوقع أن تتأثر البلاد بحالة عدم استقرار جوي خلال الأسبوع الجاري إثر الأجواء الخمسينية التي تمر بها فلسطين، حيث تكون الأجواء حارة وجافة. أما يوم الاثنين يكون الجو لطيفا بحيث تكون حرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. إلى هنا نصل إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.